استاذ علي التميمي، اكو قصه يعني القضاء القضاء يجب ان يستلهمها. انت اليوم انا حكومه ما قدرت تحميني، الاراضي مالت استبيحت، دارش اخذها، اخذت هدومي وانهزمت، اجيت ابر على نهر بزيبز رجعتني، خليتني جبرتني انا اعيش مع داعش واتكيف مع داعش واصير ما سطوه داعش وانضم للداعش قسرا، وبالتالي تجد حاسبني لمجرد الانتماء، والحكومه لم تحاسب. اي ظلم هذا؟ هذا ظلم لو مو ظلم؟ ليش ما عبرته؟ ليش 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 جبرته؟ ليش جبرته للتعايش مع داعش وبعدين وجدت له قانون تحاسبه؟ دكتور علي يجوز؟ نعم استاذ النجم، طبعا خل اوضح لك نقطه مهمه اخرى، انه في تشريع القوانين القراءه الثانيه هي المهمه. احنا نازلنا نعول على القراءه الثانيه في الاضافات، في اضافه كما يعني اشار الاستاذ العزاوي المحترم الى مساله المخبر السري، ايضا انتزاع الاعتراف بالاكراه، شهاده متهم على متهم، هذه مهمه جدا وطرحت اكثر من مره. يعني توجد مسودات لتعديل قانون العفو 27 طرحت به هكذا مقترحات يعني حقيقه، وحتى طرحت مساله يعني الغرامات الماليه او البدل أستاذ المالي علي. كما أستاذ علي. يسمى استاذ علي نعم. أنا اناقش في منطقه واحده، الظلم الذي وقع على الناس، الحاكم الذي منع الناس أن تهرب وسد عليهم، ليش القضاء ما حاسبه؟ ليش القضاء والقانون وقع براس ولد الخايبة؟ هذا الذي يجب أن يرتفع الصوت بلان. أنت لا حميتني ولا خليتني أشرد أو رجعتني يم الظالم، واليوم تحاسبني. هذه كلمة حق يجب أن تقال. من الذي يجب أن يحاكم؟ الحاكم لو المواطن الشارد؟ احنا ليش ما نحكي الحق؟ ليش ما نتكاشف؟ هذا موضوع طويل استاذ. لا هو صحيح استاذ، يعني خليني اقول لك شيء استاذ علي. استاذ علي لا هو خليني اقول لك انا مو طويل، انا راح اقول لك شغله من قانون الدولي واضح وفي تجني على الناس، والحاكم محمي وابن الخايبه يطب مرض. صحيح. احنا بوقتها استاذ نجيب خلال برنامجك تحدثنا عن مسؤوليه الرؤساء والقادة الأمنيين في الجرائم التي ترتكب وفي يعني سقوط المدن، خلينا نتحدث بصراحة سقوط المدن. أي. مسؤولية الرؤساء والقادة موجودة، وهذه طبعا حصلت في محاكمة سلوفادان ميلوزوفيتش وأيضا محاكمة حسني مبارك. يعني القضاء الدولي والقضاء العربي مستقر بهذا الاتجاه، مسؤولية القادة والرؤساء. والبرلمان أكثر من مرة يعني، ويمكن أستاذ محمد يذكر، هم فتحوا تحقيق ولجان تحقيقية لمعرفة المسؤولين عن الحوادث التي حصلت في المدن التي انتهكت من قبل داعش. هذا الموضوع هو طبعا منفصل عن قانون العفو، أنا برأيي ليس له علاقة بقانون العفو أستاذ نجيب، لأنه قانون العفو يتحدث لك عن الناس اللي محكومين، اللي خلف القضبان، اللي يشملهم قانون العفو اللي يشرع. هذا الموضوع موضوع مسؤولية القادة والرؤساء، هو ما يسقط بالتقادم على فكرة أستاذ نجيب، يعني ما يسقط. ممكن أن يسأل الرئيس والقائد عن سقوط المدن والرقابة تكون طبعا من قبل البرلمان. وراء ما يسقط النظام، وراء ما يسقط النظام احنا نساله. وانا اقول لك لا، انا اقول لك الرئيس الشيلي، خل اقول لك الرئيس الشيلي على كرسي متحرك تمت محاكمته بعد ان يحيل الى التقاعد. هذه الجرائم ما تسقط بالتقادم استاذ، ما يضير شيء، وحياتك وراسك والعراقيين يسمعون، كل ظالم ينقص راسه إلى نهاية. زين صحيح.